السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: القطاع الصحي العراقي ونتائج انهياره. مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركات حضراتكم من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقرأها إن شاء الله في نهاية هاي الحلقة. طبعا القطاع الصحي العراقي يعد العراق ثالث أسوأ بلد في مجال الرعاية الصحية في العالم بحسب مؤسسة نامبيو المعنية بقياس جودة الحياة في دول العالم. هذا التصنيف لم يستند سوى على الحقائق الموجودة في الداخل العراقي واللي تراكمت طيلة 20 سنة مضت من حكم من جاءوا خلف الدبابات الأمريكية واللي اليوم يبيعون وطنيات وبطولات على الشعب العراقي. مليارات الدولارات تبخرت من وزارة الصحة بسبب المحاصصة اللي جلبت أفسد الوزراء ونصبتهم لإدارة واحدة من أهم المؤسسات بالبلد. وتأكيدا على هذا الكلام، وفي تصريح سابق لعضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي بعام 2020 تحديدا، قال إنه بناء على المحاصصة فإن حصة وزارة الصحة في حكومة مصطفى الكاظمي ستكون من نصيب التيار الصدري. وإذا رجعنا شوية بالتاريخ وتحديدا إلى عام 2017، أنه حدث بالولايات المتحدة الأمريكية تجمع 200 من المحاربين القدامى وعوائل جنود أمريكيين أصيبوا أو قتلوا بالحرب داخل العراق، قاموا برفع دعوى قضائية ضد 5 شركات أدوية أمريكية كبرى. اتهموا الشركات بالتعامل مع ميليشيات في العراق. وتشير أيضا الدعوة اللي ما نعرف نتيجتها إلى الآن أن شركات الأدوية الأمريكية أبرمت اتفاقيات غريبة وغامضة ومريبة مع وزارة الصحة العراقية بمئات ملايين الدولارات، ودفعت عمولات ورشاوي للتيار الصدري اللي مسيطر على عقود وزارة الصحة من عام 2004 إلى اليوم. وهذا الأمر مثبت بالوثائق والأدلة اللي رفعت وقدمت إلى المحاكم الأمريكية بهذا الصدد. طبعا أيضا لا يتحمل فقط التيار الصدري كل ما حصل من فساد في وزارة الصحة، بل بقية الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية كان لها نصيب من هذا الفساد. ونتيجة للفساد نشوفه اليوم منعكس من خلال المستشفيات المتهالكة بالنسبة طبعا للقطاع الصحي العام، على عكس القطاع الخاص اللي ينشط بشكل كبير وواضح ومستغل حاجة الناس للعلاج، خاصة بعد أن تم إلغاء مجانية العلاج في العراق في سبيل إجبار الناس على التوجه صوب المستشفيات الأهلية اللي تمتص دم العالم. مشاهدينا الكرام، ننتظر في حلقة اليوم مشاركاتكم للحديث عن واقع القطاع الصحي العراقي، ونسأل وين محمد الشيع السوداني اللي قال لما زار مستشفى الكاظمية التعليمي: الله لا يوفقني على هذه الخدمة. هل طور؟ هل غير؟ هل نهض بواقع المستشفيات العراقية بعد مرور أكثر من سنة على حكمه وهم يوصفوه بأنه رئيس حكومة الخدمات؟ وين وعود أيضا تطبيق نظام الرعاية الصحية والتأمين الصحي بالعراق؟ أصلا هل يمكن تطبيقه في ظل غياب مقومات النظام الصحي وعدم تأهيل المستشفيات الحكومية لاستيعاب أعداد المرضى العراقيين، في ظل غياب التجهيزات الطبية اللازمة، في ظل أزمة في الكوادر الطبية عندنا بالعراق؟ هل عندنا مقومات لإنجاح نظام التأمين الصحي والرعاية الصحية المخفضة أو المجانية للعراقيين؟ وأيضا نسأل أنه ليش تم إلغاء مجانية التعليم بعد أن كانت مطبقة لسنين قبل 2003، ورغم وجود حصار أيضا في العراق من التسعينات إلى 2003 كان موجود نظام رعاية صحية مجاني، وما كان أكو بالعراق قبل 2003 مستشفيات أهلية نهائي. ليش نهض هذا القطاع الخاص تحديدا؟ وليش اليوم دا نشوف أنه أكو ابتزاز واستغلال لحاجة الناس لتلقي العلاج؟ وليش ماكو دعم حكومي؟ هل الحكومة برأيكم مشاهدينا الكرام متورطة بالقضاء على القطاع الصحي العام في سبيل إنعاش القطاع الأهلي اللي تسيطر عليه جهات منتفعة تابعة لأحزاب، تابعة لميليشيات متنفذة مسنودة جزء من هاي الحكومة؟
وبالتالي الحكومة تصبح متورطة أكثر منها ضعيفة في حماية قطاعها العام؟ خلونا نشوف هذا التقرير مشاهدينا الكرام اللي يتكلم عن إلغاء مجانية العلاج في العراق والقطاع الصحي الحكومي وإجبار الناس على الحصول على العلاج مقابل ثمن، وهم يعيشون في بلد غني المفروض تتوفر لهم وسائل الرعاية الصحية بشكل مجاني وبكل سهولة. خلونا نشوف ونرجع. منذ الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 انزلقت المجالات الخدمية كافة في البلاد نحو التراجع والانهيار السريع بسبب الإخفاق الحكومي، فضلا عن الفساد الذي استشرى داخل أروقة الحكومات المتعاقبة. وإذا كان الحديث عن الجانب الصحي في العراق فحدث ولا حرج، فبعد عشرات السنين من الرعاية الصحية المتميزة والمجانية التي كانت تقدم للمواطنين، تسبب الإهمال والفساد في إلغاء مجانية الرعاية الصحية للعراقيين مطلع سنة 2016 إبان حكومة حيدر العبادي، التي بدأت تحصيل الرسوم المالية مقابل التشخيص والتحاليل والأشعة والعلاج داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية. الحكومة آنذاك قالت إنها ستوفر الخدمات الطبية مجاناً للمواطنين المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية، وهو أمر وصفه مراقبون بأنه وجه آخر للفساد لعدم وجود آليات شفافة وجادة تمكن من إحصاء المستحقين لشمولهم وفق برنامج الرعاية الصحية المجانية بعدالة. تكشف بيانات هيئة النزاهة أن أكثر من نصف معاملات شبكة الحماية الاجتماعية هي معاملات مزورة لشخصيات وهمية، بل إن الملايين من رواتب الرعاية الاجتماعية تصرف إلى موتى، في حين يحرم كثير من العراقيين ممن يعيشون تحت خط الفقر من التسجيل في نظام الحماية الاجتماعية، وبالتالي يحرمون من حقهم في مجانية الرعاية الصحية. وبحسب تصنيف نشره مؤخرا موقع نومبيو المعني بقياس المستوى المعيشي لدول العالم، فقد جاء العراق بالمرتبة الثالثة ضمن أسوأ الدول في مجال الرعاية الصحية الأولية في العالم في عام 2023، وهو ما يعني إخفاقا ذريعا وانهيارا للمنظومة الصحية في العراق، وكشفا عن زيف الشعارات التي روجت لها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم. استمعت مشاهدينا الكرام لهذا التقرير اللي يبين جوانب تتعلق بالإخفاق في تطوير النظام الصحي في العراق، النهوض بواقع هذا النظام، الاهتمام بالمؤسسات الصحية في العراق. احنا دا نشوف اكو تراجع مستمر من 2003 الى اليوم، ما شفنا اكو انتاج حقيقي للحكومات المتعاقبة بعد 2003 في تطوير القطاع الصحي العراقي، ما شفنا افتتاح مستشفيات حكومية، كل اللي نسمع عنه هي مستشفيات أهلية، دائما نسمع عن افتتاح المستشفى الأهلي الفلاني أو المستشفى الأهلي العلاني في منطقة معينة بأجور وتكاليف علاج باهظة جدا، أغلب العراقيين ما يقدرون اليوم يحصلون على علاج في هذه المستشفيات بسبب غلاء أسعارها. المشكلة أيضا أنه العراق بأكثر من 40% من الشعب العراقي تحت خط الفقر، وبالتالي هو يواجه مشكلة بتأمين تكاليف العلاج داخل هاي المستشفيات. طيب هنا السؤال، 20 سنة من حكومات ما بعد الاحتلال، 20 سنة من المليارات اللي دخلت إلى خزائن الدولة العراقية بسبب بيع النفط، ليش ما تم الاهتمام بالقطاع الصحي الحكومي؟ هل كانت هاي السنوات اللي مضت هي عملية تهيئة للقضاء تماما على القطاع العام في سبيل الاهتمام بالقطاع الخاص من أجل جني الأرباح بالنسبة للمنتفعين من الأحزاب ومستثمريهم؟ نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام للإجابة على تساؤلاتنا في هاي الحلقة والتعليق على ما وصل إليه حال القطاع الصحي في العراق. السيد عبد الرزاق من بابل أول المتصلين، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد.
كل الهلا يا سيد عبد الرزاق، تفضل. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة للقطاع الصحي بالعراق هو كباقي القطاعات، لكنه أسوأ قطاع. نعم. وأسوأ من صد هذا القطاع الوزراء اللي استلموا هذا المنصب، يعني قطاع فاسد بوزارته بالعاملين على هذا القطاع. نعم. وفشوف الإهمال والفساد يستشري بهذا القطاع بصورة تختلف عن بقية القطاعات. صح احنا نقول كل القطاع فاسد، لكنه هذا القطاع أفسد قطاع وأجرم بحق العراقيين. أكو مقولة للإمام علي السلام الله عليه يقول: لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت. يا أخي كل اللي إجوا لهذا القطاع أو اللي استلموا الحكم بعد 2003 هم ناس صراحة جوعانين، وإجوا استلموا الحكم يعني ما يهمهم المواطن العراقي. وتعرف كل الزيان أستاذ محمد، دولة اللي إجوا بعد 2003 خليني أقول أحكي لك بكل صراحة يطلبون الشعب العراقي بثاب، لأنه أنت تعرف كل الزيان بأنه دولة هم عملاء وخونة ومرتزقة، وبالحرب العراقية الإيرانية هم كانوا شاكين ويا العدو الإيراني لقتل العراقيين، فهم من هالجانب هذا يردون يقضون على. طيب أنا أريد أسأل، أريد أتداخل وياك بالجزئية المتعلقة بمحاربة القطاع الصحي ومن أجل تدميره ومحاربة العراقيين وعندهم ثار ويا الناس. لو كانوا منعوا تماما إنشاء مستشفيات أو مراكز صحية لقلنا بأن الموضوع نعم مثل ما تفضلت أكو ثارات وأكو محاولة انتقامية وأكو كذا، لكن احنا دا نشوف أكو موجود بناء مستشفيات وبناء مراكز صحية لكن أهلية مو حكومية، يعني بفلوس وبفلوس هواية حتى تحصل على علاج مناسب. بل أيضا هذه المستشفيات هي ما تملك الجودة المثالية اللي يطمح عليها كل مريض، لكن على الأقل بها هتلاقي النظافة وبها الأسرة وبها المعدات الطبية وبها الكوادر الطبية اللي انهزمت من القطاع العام في سبيل الحصول على وظيفة براتب مجزي بهذه المستشفيات. هنا أنا نسأل أنه هاي الحكومة هل هي فاقدة للسيطرة على الموضوع؟ يعني ضعيفة أمام حيتان الفساد اللي مسيطرين على المستشفيات الأهلية واللي يرغبون أنه تجارتهم تظل مستمرة تربح، لو الحكومة متورطة بالسماح بتدمير القطاع العام في سبيل نشاط القطاع الخاص؟ سيد محمد، هي الحكومة منين؟ هي الحكومة من أتهم؟ هم اللي إجوا من بعد 2003 هم كلهم دولة مشتركين ومتعاونين بيناتهم على قتل أكبر عدد من العراقيين. فهم مو تقول مثلا الحكومة غريبة أو بعيدة عن الأشخاص اللي يستلموا الحكومة. هم الحكومة، هم يعني اليوم احنا اللي يقود البلد مجموعة من السفلة ومجموعة من العصابات اللي جاي تدمر هذا البلد، يعني جاي تنهب خيرات البلد. أما بالنسبة للقطاع الخاص اللي تفضلت به، يعني القطاع الخاص هو هذا يعني اللي يردوه يقول لك يعني أكثر العراقيين ناس فقراء وناس ما عندهم ذيك الإمكانية المادية، فهم بنوا المستشفيات مو لأجل مواطن العراقي، لأجل منافعهم ولأجل جيوبهم الخاصة. أستاذ محمد ما بنوا لأجل لأجل فئة وشريحة معينة من العراقيين اللي هي فئة الأثرياء. بالفعل. أذكر لك في موقف الله يخليك ولا شو أخذ من وقتك. تفضل. أحد رجالات الدين واعتقد هسه هو موجود هذا الشخص بعد 2003 صدقني يا أستاذ محمد راح لدولة الكويت ويستجدي. فأنا واحد من الناس شفته، يعني الرجل يعني يطلب المساعدة من التجار الكويتيين ودعموني وأنا بنيت مستشفى وأريد مساعدتكم، هذا المستشفى للفقراء. أي. يا أخي شو بنا المستشفى وكمل المستشفى انتقم لك من الفقير، يعني الفقير إذا ما يوصل الفقير علمين بناء للناس اللي متمكنين. فاتفضل يعني رجل دين يكذب. نفس القصة ويا المعمم اللي تبرعت له إحدى السيدات العراقيات بقطعة أرض في سبيل إنشاء
مستشفى خيري. صار المستشفى بقدرة قادر من خيري إلى استثماري إلى واحد من أكثر المستشفيات غلاء بأسعار العلاج وتكاليف العلاج. إيه يا أستاذ محمد، ذول ناس شظاظ. وين الرقابة؟ وين الرقابة؟ يعني. أنا أشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا جزيلا لحضرتك. نسأل وين الرقابة من حكومة محمد الشيع السوداني، حكومة الخدمات اللي دخل إلى مستشفى الكاظمية التعليمي وقال الله لا يوفقني بحزم، ويعني البعض توهم وقال إيه يا سلام. هسه إجانا رئيس الوزراء اللي قلبه على العراقيين، اللي يريد يخدم هذا البلد واللي يريد يطور من المستشفيات، ورا شوية راح إلى مطار بغداد الدولي نتر بهذا الموظف المسؤول ورزله واسكت ما أريد أسمع صوتك. ومطار بغداد الدولي من سيء إلى أسوأ. نسأل وينك يا محمد الشيع السوداني يلي صار لك أكثر من سنة وأنت رئيس حكومة الخدمات؟ مستشفى الكاظمية التعليمي عجباء تحول إلى مستشفى مثالي، جبتوا له المعدات الطبية اللازمة، اليوم المرضى داخل المستشفى مرتاحين، أكو أطباء بكفاءة وجودة عالية يمارسون مهنتهم بحرية من دون الشعور بخوف على حياتهم بسبب المضايقات من العشائر ومن الميليشيات من ذوي المريض. وفرت البيئة الملائمة الصحية يا محمد الشيع خلال أكثر من سنة من حكمك أنت اللي تمثل أحزاب الإطار التنسيقي اللي بيدهم الحل والربط في العراق؟ ويانا أبو عبد الله من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد أنا أيد أخونا عبد الرزاق من بابل. نعم. أيد على هذا الحكي الحشام. نعم. وأنت من تقول هاي المرة اللي تبرعت بأرض المستشفى خيري المعمم. نعم. أنت مع احتراماتي الكل عمامة صحيح وكل ديانة صحيحة. نعم. صحيح في سبيل الله، بس أكو ناس قامت تسوق ومعايز تطلع روسة باسم الدين باقونا الحرامية. زين هذول باسم الدين قاموا بيقول الشعب وبيقول الحرامية عندهم استعداد هذا الهوى نسمى ما رب العالمين يبوقوا. هاي جتنا ناس حرامية أستاذ العزيز، وأنت من تجي على قطاع ما في أصلا قطاع ما صحي، شنو دفتر تعال تعين دفتر وتعين، ومن تجي تقيس ما صلى المتعينين بالمراكز الصحية يعني آلاف مؤلفة من تجي تقيسها، يعني هاي رواتب وين على الدولة؟ يعني محمد الشيع السوداني من طلع يفطر بالمستشفى طلع يقول الله يوفقني، سويته وراه شنو؟ يعني طلعت تشيل هاي الحكاية وهذا وانتهت بعد. تدري سيد أبو عبد الله، احنا عندنا بس في المملكة المتحدة بريطانيا عندنا أكثر من 6000 طبيب عراقي اختصاص بكافة المستشفيات التابعة للمملكة المتحدة يعملون في مستشفيات بريطانيا، لأنه ما توفرت لهم البيئة المناسبة والملائمة للعمل في بلدهم. بلدهم بيئة خطرة للعمل، بيئة غير مناسبة، مستشفيات غير مؤهلة. هذا الموضوع ده يخلي اليوم الكفاءات الطبية العلمية ده ترحل تهاجر في سبيل البحث عن فرصة عن بلد يحتوي هاي الكفاءة يوفر لها البيئة المناسبة والأرضية المناسبة للعمل. شلون يريدون بلدنا ينهض بقطاع الصحي وهم بيئة طاردة للكفاءات؟ العزيز ما وفروا لهم، هم مو موفروا لهم، وإنما قاموا يصفوهم. الدكتور الواصل والكفوء والنزيه والمهندس الواصل كلها طلعت برا انهزمت برا. ليش؟ لأن هذه الصفة الميليشيات هذه تقف رأسا لفقول التهمة انت كذا انت كذا انت كذا، انا ما ادري اسمي شنو الاتهام بينه هي. نعم. انت من الذين، وكان ياك استاذ عمر يطلع من على غلطكم استاذ عمر، بس اسمه دعوه. نعم. بس اسمه دعوه بال 2006 اسمه دعوه كافي. نعم. يعني هاي انهزمت ماكو، يقول لك انا اطلع برا معزز مكرم احسن ما يجيني ماكو. يعني مع احتراماتي يجيك واحد مهتلف حيث السامع يجي يدعي بالمؤسسه العسكريه، هي مو مؤسسه عسكريه صارت يهين للدكتور، الدكتور ما يهان. يعني نعم. انت تقول عندنا ايش قد بريطانيا كم دكتور؟ طيب شكرا جزيلا سيد ابو عبد الله من صلاح الدين. خلونا نسمع راي السيد ابو زينب من النجف وبعدين ننتقل الى الشارع نسمع راي الناس. ابو زينب حياك الله. يعني وعدوا العراقيين بالتامين الصحي، التامين الصحي النظام المعمول به في اغلب دول العالم المحيطه بينا والبعيده، نظام يخفف على الناس، يريح العالم اللي ما عندها، يحاول يوفر علاج مناسب
من ناحية الدواء أو من ناحية العلاج داخل المستشفيات لكل من يعجز عن دفع ثمن تكاليف العلاج. طيب هذا الوعد صار له سنين من 2018 والحكومة تتكلم بالتأمين الصحي إلى اليوم وبعدهم ما مطبقي، تتوقع يقدرون لو ما يريدون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أولا وقبل كل شيء، هو أي شيء في صالح المواطن العراقي بأي شريحة من شراحة بفائدة يعرقلوه بألف عرقلة، يقول فد أسباب ومسببات ويعرقلوه. هم ذولا ينظرون إلى المواطن العراقي درجة عاشرة، ما يحترموا ما يقدروا، وهي مو فقط مسألة التأمين الصحي وأيضا كل الأشياء، مثلا سلم الرواتب مال الموظفين اللي قالوا راح نسوي بزيادة، قشمروا الناس إلى أن تخلص خلصت هذه الانتخابات على أساس زيادة لهم المتقاعدين. البارحة تالي يطلع خبر والله موازنة 2024 ما تكفي بالزيادة، هاي أول لفطة. ثانيا تجي سبونا بالسلة الغذائية ويطلع محمد حنون هذا اللي كان مخليه مدير عام الحبوب وبعدين سووا ناطق، لأن كل شيء ما يفتهم. طيب سووا ناطق رسمي باسم وزارة التجارة. بس أريد أقاطع كذا تسمح لي، احنا مشاكل العراق هواية ونعرفها وتفاصيلها يعني بها تفرعات هواية. ارجع لي بس للقطاع الصحي لانه احنا نعرف انه اكو بلاوي ثانية، بس موضوع اليوم حتى نستفيد من الوقت ومن حضرتك ايضا، اريد رأيك بوضع المستشفيات. يعني احنا دا نشوف اليوم اكو ايد حكومية ضعيفة تجاه حماية القطاع العام، تجاه توفير المستلزمات الطبية، العلاج، البيئة المناسبة للمرضى، وقوية في دعم القطاعات الأهلية اللي تمتص دم العالم. تناقض غريب، تناقض يطرح تساؤلات هواية. هل الحكومة هاي ويامن؟ هي مو قلت لك أنا يعني أي شيء بيفاد للناس بقى. يعني تجي أدوية مثلا يكتبوا لك 6 أدوية زين، إذا لقيت لك واحد بالمستشفى الخمسة الباقيات أو 6 كلهن تروح تلقاهن بالصيدلية الأهلية برا. يعني حتى مرة سألت أو عدة مرات أسأل ذول أهل الصيدلية أقول له زين هذا الدواء اللي يجيكم المستورد من الخارج بأمر وعلم وزارة الصحة والحكومة لو لا؟ قال إيه. قلت له بنفس الحال لعد ما يقدرون نفس الوقت أن يوفروا للمستشفيات العمومية. فهم ما يحبون وما يريدون شيء بفائدة للمجتمع، يعني خلوك تتأذى، خلوك تتمرض. وشفتوا هاي برنامجكم وغير غير قنوات أخرى. يعني مستشفى الديوانية في هاي الأقفاص الخاصة مع الأطفال الخدج قاعد البزازين، مستشفيات أخرى تفتر الكلاب. خلينا بس نرجع، خلينا نرجع للأدوية. ذكرت جزئية بيها سؤال مهم اليوم، يعني احنا دا نشوف المواطن العراقي وحضرتك أكيد لمست هذا الموضوع، بين كل مستشفى بين كل صيدلية وصيدلية أكو فرق بالسعر على نفس المنتج على نفس الدواء. هذا يبيعه ممكن ب10، هذا يبيعه ممكن ب40، وهذه الحالة موجودة وأنا اللي مستها شخصيا في بغداد. طيب يعني رقابة، هذا الكلام يأكد أنه رقابة ماكو، زائد أنه البلد مستباح، حدودة مفتوحة، واللي يريد يطب ويعبر اللي يريده بكل بساطة طالما أكو ميليشيات وأكو فساد وأكو رشاوة. شنو اللي يضمن أنه الدواء الموجود اليوم بالعراق هو دواء صالح للاستهلاك البشري، مو من الأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية؟ وليش ما عندنا رقابة على أداء الصيدليات بحيث تتوحد الأسعار على الجميع؟ هذه هم لهم مصالح خاصة بها، المصالح المادية. يعني مرة من المرات هذا الأمبي كلوكس اللي هو أمبي سلين، الأمبي سلين 500 ملغرام، اشتريته من صيدلية والله العلي العظيم ب500 دينار. نعم 500 دينار. رحت الصيدلية أخرى بعد ما انتهى مدة يمكن 10 أيام كذا ب6000 دينار. قلت له عمي يعني ما ممكن خلال أسبوع يصير 12 ضعف.
وغيرها من الامور، انه تلقى من تحشيا وقال لك هذا اصلي وهذا سويسري وهذا الماني، حتى لو كان اصلي بس ماكو يجي فرق بالسعر. بس التعاقب نقطه واحده على الغذائيه، يحكوا لك بالسله الغذائيه، تدري احنا لحد الان ما مستلمين غير بس مال الشهر التاسع ل 2023. صحيح. يعني بعد الشهر العاشر وشهر 11 الشهر الواحد ها و 12 والواحد مع الاربع اشهر لحد الان ما مستلميها. تمام. والطحين الى مال الشهر الخامس او الشهر الرابع مال السنه الماضيه. نعم. فيعني ناس عمي ناس قاعدين بس يكذبون على الشعب. شكرا ابو زينب من النجف، اشكر حضرتك على مشاركتك. احنا طبعا مثل ما عودناكم مشاهدينا الكرام كل حلقة في منبر الرافدين نجري استطلاع رأي في الداخل العراقي، نلتقي بالمواطنين العراقيين في الداخل، نسألهم عن مواضيع الحلقات اللي نطرحها، وسألناهم في هاي الحلقة عن رأيهم بحال المستشفيات بالعراق، القطاع الصحي، النظام الصحي. شنو رأي المواطن العراقي اللي بالطبع لابد أنه زار تردد على مستشفى في وقت من الأوقات، إن كان كزائر أو إن كان كمريض، رأيه بما رآه داخل المستشفيات الحكومية في العراق، وليش عندنا هذا التفاوت بالمستويات ما بين الحكومي وما بين الأهلي. وأيضا سألنا الناس على التأمين الصحي، وهاي اللي وصفها الكثير بالكذبة اللي تحاول ترويجها حكومات ما بعد الاحتلال في سبيل تخدير العالم ومحاولة إيهام الناس أنه احنا ندعمكم وموجودين ونسهر على رعايتكم، وخاصة الرعاية الصحية، وراح نوفر لكم نظام التأمين اللي يخفف عليكم داخل المستشفيات. خلونا نسمع بعض الآراء ونرجع ونكمل ويا حضراتكم. والله هسه على كثرة المواطنين يعني والحالة السكانية يعني ما يلحقون، المفروض يراد لنا مستشفيات بعد أكثر. وبالنسبة للأدوية، أدوية ماكو المستشفيات، يعني تروح تراجع، مجرد تراجع يقول لك روح استلم من برا من الصيدلية، يعني مو ذيش خدماتهم. ثلاث أرباع البرلمانيين عندهم مستشفيات وعندهم شغلات أهلية. والله يا أنبياء كل استفادة، مو لله أنبياء كل استفادة، يعني ما يسوون هذول، ما يسوون شيء إذا مو يستفادون فتفئة من عندهم. يعني المستشفيات طبعا هي دون الطموح اللي يطمح له المواطن تقديم الخدمة الصحية، لكن اكو جهود موجوده يعني المسا بالفتره الاخيره، تطوير بعض المستشفيات واعاده ترميمها، لكن لا زالت دون المستوى اللي مما يضطر المواطن اغلب الاحيان حتى يجري بعض الفحوصات الخاصه انه يلجأ الى المستشفيات الاهليه، واللي هي طبعا جاي تثقل كاهل المواطن كثير، يعني خصوصا بعض الاجهزه يعني ما متوفره، والفحوصات مالتها كانت بالخارج، الآن بدأ الاستثمار بالمستشفيات، صارت هذه الأجهزة تأثر على المواطنين، فالإنسان اللي ما يمتلك الأموال وما يمتلك يعني هاي الأمور فيظل يضطر إلى المستشفيات الحكومية وهي ما موجودة هاي الأجهزة. يعني هذا يعني أعتقد هو إلى دخل بالتشريع، لكن هو ضروري جدا، والمواطن حتى يشعر بالأمان أكثر في ظل هذه الحكومة عليهم أن يوفرون له هذا التأمين اللي هو أبسط حق من حقوق الإنسان ومعمول به بكل دول العالم، أنه المواطن من حقه أنه يكون له تأمين صحي على لعلاجه وعلاج عائلته، وتتوفر له بطاقة اللي يكون على ضوءها يعني تصرف هذه الأدوية أو الفحوصات. يعني أعتقد أنه المفروض أنه يكون وزارة الصحة دور أكبر بهذا الموضوع، بوضع ضوابط للتسعيرة، ضوابط الفحوصات، يعني جاي نلاحظ انه اكو فد مبالغه بالاسعار صراحه، وكثير من المستشفيات ما جاي تجيب اجهزه اللي تخلي المواطن بيستغني عن الاهليه فيضطر انه يروح لها، فاعتقد ان على وزاره الصحه انه تنظر بهذا الموضوع بجديه. يعني شو اوصف لك يعني الدوار الوزاره، دوار الصحه ماكو اي خدمات، ما راح يتغير شيء، يعني هو يبقى الوضع ماكو اي شيء، رقابه ماكو رقابه، المستشفيات كلها وصخ، طبعا مناطق الكرخيه مستشفيات وسخه، طبعا مناطق الرصافه مستشفيات وسخه، كل نظافه ماكو، كل رقابه ماكو، ماكو اي شيء حفاظه، اهمال ماكو، اي شيء نظام. والله حالا شويه نص ونص، يعني مو يعني هسه مثلا تروح ما تلقى العلاج الا من برا،
يعني لازم تروح، لازم تنطر تروح للأهلي الدولة يعني، غير هي بعدم ملك وزارة الصحة، هم يريدون هذا الشيء حتى يستفادون من هالشيء هذا ويحاربون هذا الفقير، ماكو غير. طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن حال المستشفيات في العراق يعني هذا راح يجرنا إلى موضوع الخدمات، لكن أستطيع أن أصنف كصحفي ميداني وإعلامي أن المستشفيات تنقسم إلى قسمين، وهذا صار بعد التغيير. أيام النظام السابق ما كانت هذه الحالة، صار عندنا المستشفيات الأهلية والمستشفيات الحكومية، ودخلت بعض الجهات الدينية الطارئة أيضا على استحداث مستشفيات مؤلمة، يعني بيها عناوين ورمزية دينية لكن بواقع الحال تجدها ابتزاز للمواطنين وأخذ أموال كبيرة. الحالة مزرية، أنا هذا وجهة نظري، يعني الحالة الصحية بالعراق وبالتحديد المستشفيات هي حالة مزرية. أنا شخصيا عندي أخذت أحد أقاربي وصار لحادث، رحنا الطبيب يقول اشتروا لنا خيط وجيبوا لنا مخدر وجيبوا، يعني هذه مسألة كارثية، فساد. هاي الحكومة بعضها ولا أعمم فاسدين، هؤلاء جاءوا من أجل تهديم البنى الارتكازية للعراق، لم يجوا من أجل يأتوا من أجل البناء، بل جاءوا من أجل أن يهدموا بعض الإنجازات اللي هي يعني تستفيد منها المواطن والشعب العراقي. كلنا شاهدنا طريقة الزجر والكلام، لكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام، ومع تقدير واحترام للسوداني فهو لا يعني لا يختلف عن الآخرين، عبد المهدي العبادي المالكي كلهم نفس الشيء. الضوابط، الدولة هي الراعي الأول والأخير وهي أم كل شيء، الدولة هي أم الشعب العراقي، يفترض هكذا. ماكو ضوابط، على قارعة الأرصفة تجد أنواع الأدوية، أنواع الكباسيل، أطباء يتجولون، أكو بلد أطباء يتجولون بجنط يسوون أسنان ويحشون أسنان ويفحصون ويجون من دول الجوار، ما يصير. هذا البلد استبيح حقيقة، استباحوا هؤلاء. نعم، سمعت آراء بعض العراقيين مشاهدينا الكرام المواطنين، بس أكو يعني كان خبر هو تصريح لنقيب الصحفيين في العراق مصطفى الهيتي، قال بأنه أكو 220 صيدلية وهمية أحيلت إلى المحاكم خلال السنتين الماضيتين. الهيتي يقول أن ظاهرة الصيدليات الوهمية أو محلات بيع الأدوية غير الرسمية تزايدت بشكل ملحوظ في العامين الماضيين، وكشف عن ضبط نحو 220 صيدلية وهمية في محيط بغداد خلال آخر سنتين، وأكد بأن هذه الأدوية تستورد من مناشئ دولية مختلفة سواء كانت إقليمية أو من خلال دول شرق آسيا. احنا نريد نسأل نقيب الصيادلة ونسأل السيد أبو علي من واسط، أنا نسأل نقول بأنه يعني شنو الفرق إذا كان أكو صيدليات وهمية أو غير وهمية بالعراق؟ بلد مستباح، بلد حدوده مفتوحة لكل شيء، يعني الدول فاسد يدخل، الدول ما نعرف شنو أصله وفصله يدخل بفضل الميليشيات، بفضل نقاط التفتيش الفاسدة اللي تأخذ الرشاوي في سبيل تمرير السيارات. شنو اللي يضمن أنه الدواء الموجود بالصيدليات الرصينة المثبتة في سجلات الدولة هو دواء صالح للاستهلاك؟ وشنو فرقها عن الصيدليات الوهمية أصلا؟ تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. طبعا كل شيء ما أنا ما يعني أعتذر أني ما شفت الحلقة من بدايتها، يعني مادة 30 من ما يسمى بالدستور العراقي من ضمن يعني الفقرة أولا، تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي. وين الصحة اليوم الموجودة في البلد؟ يعني كل الصيدليات الوهمية هي عبارة عن تجار أدوية وتجار سموم، وأغلبية الأدوية تجي لا رقابة ولا سيطرة نوعية، وأغلبيتها إكسباير وتجي من دول المجاورة، هذا عروفة من عندها، يعني أكو تمام. تعمد بإرسالها منك، لكن أكو أشياء اليوم الدولة أنت لا بالحكومة موفرة، وأكو سمعتوا بالقطاع الخاص للمستشفيات، لأن القطاع الخاص راقبوه، يعني ليش يأخذ أموال بدون تقديم خدمة؟ يعني ليش المواطن من يروح للقطاع الخاص يقول لك جيب علاجك من برا أو تشتري من صيدليتي، يعني الصيدلية أربع أضعاف أسعار،
زين اوكي انت تقول دوله انا ما عندي وانا على قولتهم دوله ناشئه وتونا احنا شفنا العالم وتونا مع انه عندهم اساسا يعني اساسا عندهم بنيه تحتيه للقطاع الخاص العفو للقطاع الصحي اكو مستشفيات موجوده يعني مجرد ترميم واعاده تاهيل. طيب الاطباء اليوم انت واحد يجي يجيب لك شهاده من برا طبيب اساسا ما يعرف السين والصاد بالعلم الطبي شنو، والسبب انه اليوم وزاره التعليم العالي من ترسل ما ترسلهم الى 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 جامعات رصينه ترسلهم الى جامعات ينطي الشهاده بفلوس وهذه معروفه بالبلد مو كل مساله الطب. لكن انتم لو تكلمون القطاع الخاص اليوم اكو متاجره من الميليشيا متاجره من الاحزاب بالانسان العراقي مو عن طريق القتل بس لكن عن طريق الدواء الفاسد الموجود والتجاره واغلبيه تدخل الادويه كذلك باسم ادويه لكن هي مخدرات تصدر من دول مجاوره يعني اكو حاله طبعا اكثر من واحد وصفوها بانها مؤامره على الشعب العراقي عمليه ترك المجتمع يعاني من الامراض هو ايضا سيخدم بالنهايه تجار العلاج تجار الادويه او اصحاب المستشفيات الاهليه الموجودين او المراكز الصحيه طبعا لان حيكون اكو اقبال مستمر على المستشفيات وعلى الصيدليات في سبيل شراء الادويه. يعني نشوف الملوثات البيئيه نشوف عدم الاهتمام بارواح الناس تركهم يعانون من الامراض بشكل مستمر هذا الموضوع يفتح باب تجاره واسع جدا ومربح جدا ايضا للي يستفيدون من هاي الاحزاب. لكن احنا دائما نوجه التساؤلات ونوجه اصابع الاتهام او تحميل المسؤوليه الى الحكومه اللي تدير الوضع بالعراق نقول لهم انتم شنو دوركم انتم شنو مسؤوليتكم وزاره الصحه والحكومه كلها بشكل عام شنو دوركم اذا ما تقدرون تحافظون على صحه الناس اذا ما تقدرون تحافظون على سلامه الناس. عندنا البصره مثال على اكثر المحافظات العراقيه اللي بيها امراض سرطانيه بسبب الملوثات واحنا ما عندنا مراكز لمعالجه الاورام بالعراق الا ما ندر يعني. يعني اكو كانه فعلا مثل ما وصفها البعض محاوله لقتل الانسان بشتى الطرق في العراق. طيب وتالي احنا وبعدين الى متى راح نظل تحت رحمه هؤلاء اللي بلا ضمير اللي يديرون الوضع بالبلد؟ شوف سيدنا الكريم اول مؤامره مسكتها الحكومه العراقيه من 2003 هو عدم اعاده تاهيل المستشفيات المن حتى يروح وين بالنسبه للعراقيين يعني طلعنا من حصار وشعب تعبان وين راح تروح العالم تروح تسوي عمليات بايران دفعوهم الى مستشفيات بايران وهناك نفسهم من المجلس الاعلى اللي يسمون انفسهم مترجمين وهم اساسا كانوا مع القوات الايرانيه يودونهم الى مستشفيات ياخذون منهم اضعاف الى مستشفيات تعبانه يعني حتى هي مستشفيات ايرانيه يعني 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 تعبان اغلبيه العراقيين راحوا هناك ما سووا لهم شيء. هذه المؤامره الاولى. المؤامره الثانيه مدير مكتب وزير الصحه هذا دائما هو السارق وهو يعني اعتقد اكو وزير صحه بزمن الكاظمي استقال سبب انه قيمه ادويه مليارين دولار او مليار دولار سجلينها ب 20 مليار دولار استقال قال انا مالي ورجع لبريطانيا وهناك استقال عن طريق رساله بعثها بالواتساب والدليل انه حتى اللي يجي ايش نعم ابو علي قدنا الاتصال يبدو يا السيد ابو علي. عندنا رساله من احد المشاركين معنا على الواتساب يقول وطبعا نذكر حضراتكم بالرقم المخصص للواتساب مشاهدينا الكرام تقدرون ترسلون رسائلكم من خلال هذا الرقم وراح نقراها ان شاء الله في هذه الحلقه. للي ما يقدر يتصل او ما يحب يتصل عنده اختيار الرساله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ، القطاع الصحي الحكومي انتهى بالعراق وأصبح البديل عنا القطاع الخاص التابع للأحزاب السياسية وتجار الأزمات، والمستشفيات الحكومية لا تتوفر فيها الأدوية فقط حب الباراسيتول وبلاستر إذا توفر. يقول ثانيا الطبيب بالمستشفى الحكومي ما يعالج ولا يكشف على المريض بصورة صحيحة حتى يضطر المريض يراجع العيادة الخاصة بالطبيب، والطبيب يقوم بكتابة العلاج بطريقة الرموز ويكلفك بالذهاب إلى صيدلية خاصة به. طبعا هذا الأمر يدل على غياب الرقابة وموت الضمير الإنساني. وخلونا نسمع جزء آخر من حديث الشارع العراقي وآراء الناس
بشأن موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. المستشفيات نوعين، الحكومية والأهلية. على مدى سقط المستشفى الحكومي علي أن أمشي الناس اللي هي ربعي، استثمر بالعراق، بوق بالعراق، انهب بالعراق، أقصد الأحزاب السياسية. هو هذا اللعبة. إذن علي أنا سقط جانب مثل ما سقطوا العراق كله من رأس الرجلية، وإن شاء الله بالسجناني. ها إيه، فلازم أسقط بالاستثمار. الدولة شو ما تقدم هسه كله صفر، ليش تقدم صفر؟ لأنه هي متجهة للاستثمار اللي يقتل المواطن الفقير ويمشي المستثمرين المستثمرين اللي هم جوا الصفر. كانوا من شانشي شان شايشي هم يقولونها. هسه هم مليارديرية البلد، أهل التهوات وأهل أهل 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 إلى آخره. فعل النظام الصحي، أنا هسه طلعت تقاعد، عرفت؟ طالع تقاعد، من طلعنا من الخدمة المفروض يسترجعون لنا فلوس مال التأمين الصحي اللي استقطعها الدائرة، ما استرجعوها. استقطعوها ماكو جريمة. أها، إذا هي أهم تروح بجيوب اللي يسميهم أنت. نعم. شو سموهم؟ سموهم بعد. اللي يتحملها أن يجي عراقي شريف. مو عراقي بأحزاب وينهب ويسلب ويبوك وباسم العمامة وباسم غيرها ومسميات كثيرة، مع جل احترامي وتقديري للعمايم اللي هسه هم ما لهم علاقة، والعمايم اللي ساعده كلها مصفحات. رئيس وزراء ما جاي نشوف من عنده شيء ملموس. رئيس الوزراء كل قبله وكل ذا، ماكو أي تغيير وماكو محاسبات قانونية. تصير حملات مثلا، خلينا نقول هسه ولو الموضوع بعيد، تصير حملات على أهل المولدات يطلعونهم أسبوع أسبوعين وتوقف ويرجعون نفس الشكل نفس الشاكلة. أهل المولدات الأسعار على إيه. بالنسبة لرئيس الوزراء ماكو محاسبة. زين أكو مستشفى، يعني أنا أعتب على أنت سيد باشر عقب أنت رجليك بالقبر، زين مثل ما يقولون، يعني أنت تأخذ هذا مال الحرام تبرعات، الناس تتبرع من الخارج وتتبرع من الداخل مليارات 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 دنانير العراقيين، مليارات آلاف مؤلفة من مليارات. زين أنتم من تقولون هذا مستشفى خيري، زين وتجمعون هاي التبرعات جامعين 60 مليار دينار عراقي، زين وبعدين تغيرون اسم المستشفى من خيري إلى مستشفى أهلي. يعني وين صايرة هاي؟ أولاد بالذبع، يعني بالتحديد خلنا نحكي بالتحديد أولاد مرتضى القزويني، السيد مرتضى القزويني أولاده. زين أنت مالك دور عليهم؟ زين ابنك من يجمع ستين مليار تبرعات وبعدين على أساس مستشفى خيري وبعدين يصير مستشفى أهلي؟ زين والعمليات اللي بيها عمليات كبرى ومليون ومليونين وهالشكل، يعني زين وين دور رئيس الوزراء؟ زين وين دور النزاهة؟ يعني إحنا النزاهة بس نحكي حكي؟ زين مو هاي سرقات، هاي سرقات، أنتوا ليش ما تحاسبوهم؟ إلى متى إحنا نظل 23 سنة تبقون بينا؟ 23 سنة يبقون بالمواطن العراقي، والنتيجة راح أقول لكم مثال بسيط عليها. من عام 2020 إلى عام 2022 خلال 3 سنوات مضت 57,225 مواطن عراقي راحوا إلى الهند لتلقي العلاج بحسب أرقام وزارة الصحة، دفعوا 700 مليون دولار ثمن علاجهم في 3 سنوات. 57,275 مواطن عراقي أنفقوا 700 مليون دولار خلال 3 سنوات على العلاج بالهند، بالهند فقط. أكو طبعا عندك تركيا، أكو إيران، أكو الأردن، أكو ألمانيا، أكو دول كثيرة يتوجه لها المواطن العراقي للحصول على علاج. ليش احنا دا نصرف أو صرفنا 700 مليون دولار اللي قادرة على إنشاء مستشفيات عملاقة بمواصفات خيالية بأروع التجهيزات وأفضل الخدمات؟ ليش دا تروح هاي الفلوس إلى الغير؟ لأنه احنا عندنا مجموعة من الحرامية اللصوص استمروا بتدمير هذا البلد إلى أن وصلوا الناس إلى مرحلة يذهبون بحثا عن العلاج في دول أخرى. لو عندهم ذكاء وعندهم خوف على مصلحة البلد وضمير حي لاستثمروا هاي الأموال في سبيل تسخيرها
بإنشاء أو تطوير القطاع الخاص وبناء مستشفيات جديدة في العراق. 700 مليون دولار راحت إلى دول أخرى أو إلى دولة أخرى بالأحرى، وكم من ملايين الدولارات راحت إلى دول ثانية، والجماعة هنا لما يتمرضون أيضا يروحون إلى دول أخرى بحثا عن العلاج، لأنهم حتى لا يثقون بالمستشفيات الأهلية اللي هم بنوها، ما عندهم ثقة بها، فيروحون يتعالجون في دول أخرى. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.